تواصلت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة بالشراكة مع مديرية الأمن العام مديرية شرطة غرب إربد الشرطة المجتمعية بعيد ميلاد جلالة الملك وبذكرى اليوبيل الفضي بعنوان وتستمر المسيرة. وحضر الاحتفال الذي أقيم على مسرح مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للبنات عدد من مدراء الدوائر الرسمية والحكومية ورؤساء البلديات والمشرفين على الاحتفال. أهالي لواء الكورة، فعاليات شعبية ورسمية، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب الجلالة بهذه المناسبة السعيدة. وكانت فرصة لنستذكر ما أنجزه جلالة الملك خلال مسيرة 25 عام الماضية منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية في العام 1999. هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين، ألا وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، أدام الله ملكه ورعاه وحفظه، وذكرى تجديد البيعة لسيدي بمناسبة اليوبيل الفضي وذكرى 25 عام على توليه العرش. أيضا من هنا نجدد البيعة له في مديرية التربية والتعليم وباسم الأسرة التربوية في مديرية التربية والتعليم للواء الكرة.